أنا هذا اللي أحرص عليه كثير، الصوت والضجيج في كل شيء أنا ضده، حتى في نغمة الجوال، الأدوات الكهربائية اللي ما تكون في المطبخ مزعجة من خلاط أو ثلاجة، فصرت أحرص على المواصفات، على الماركة، على الشركة. فالبيت أحسن كثير من الشارع ومن ضغوط الحياة. أنا في المنزل يعني أتخلص من ضغوط حياتي.